صحيح. طب تعالى نهوند في الموضوع ده، نشوف مع بعض ومع الساده المشاهدين نفس الفكره دي، ازاي شباب فكر في فكره جديده. احنا بنشوف دايما ناس كتير وشباب كتير بيشتكي، يقول لك ما فيش شغل، البلد واقفه، مش لاقي شغله تليق بمهاراتي او تليق بالمؤهل بتاعي. لا، في شباب تاني قرر، شباب تاني قال لا، مش هقعد في البيت او هقعد على القهوه، أنا ممكن أخلق الفرصة بإيدي. ودي نقطة مهمة جدا هنفهمها في التقرير ده. شباب قال أنا ممكن أخلق الفرصة، ودور كده شاف إيه المشكلة اللي موجودة عندنا في المجتمع، في الشغل اللي بيحصل، شاف إنه المشكلة موجودة في فكرة التسويق. في ناس كتيرة جدا عندها مشاريع بتنتج لكن بتقف عند نقطة التسويق، مش عارفة تخلي المنتج ده يوصل للناس، مش عارفة تسوق منتجها للناس. في تفاصيل صغيره جدا ممكن حد يعمل اكسسوارات، حد ينتج اي حاجه، لكن يجي عند نقطه التسويق ويقف، مش عارف يوزع او يروج لشغل. الشباب اللي معانا في التقرير ده قال لا، انا عندي فكره تانية كده مختلفه، وهبتدي اساعد في فكره التسويق مع البيوت والاسر والشباب اللي بتنتج ممكن بعض المنتجات الصغيره. تعالوا نشوف الشباب اللي فكر خارج الصندوق وخلق الفرصه بايديه. احنا بدأنا المشروع دوت من 7 شهور تحديدا من شهر سبتمبر 2016. مشروعنا هو مشروع تاج محل، وبدأنا ب10 شنط. دلوقتي احنا الحمد لله بنشغل اكتر من 40 شنطة. هو شريف اصلا تاجر اكسسوار من زمان، جات فكرة ان احنا نعمل كذا محل في كذا منطقة في القاهرة، عمل كذا شنطة، ابتدينا تقريبا 10 شنط، كأنك ماشية محلات متنقلة في كل حتة. الشنطة فيها مجموعة من الاكسسوارات المتصنعة في مصر هاند ميد، بيصنعها ناس معانا في الفريق بتاعنا. الناس تاخدها تسواها عن طريق يكون عندهم خطة تسويقية، يكونوا عند رايحين نادي، اوبن داي، خروجة. الأسعار بتتراوح من 50 ل 200 مثلا، كل حاجة بتختلف، يعني كل حاجة ليها سعرها، الكوليلي سعر، الانسيال، الخاتم، حلق. فكرة الشنطة فيها خساير، خسايرها مش هتيجي زي ما هبقى فاتح محل ومرتبط بعمالة وإيجار ومصاريف كتير. الشنطة أنا كأني فاتح فروع في أماكن كتير، بوصل لكل الناس. في كذا بيج على الفيسبوك نتفق معاهم، يكلمونا، بيبقى في تواصل ما بيني وما بينهم. بيجوا بيشوفوا الشنط، بياخدوها، بيعملوا هم اللي بيعملوا الماركتينج اكتر مش انا. دي حاجه للشباب، للناس اللي يعني ما فيش مثلا فرص عمل قوي، فالشباب بيجوا، في ولاد بيجوا، مش كل بيجوا لي بنات. بالنهايه نفسي اوصل بالمشروع دوت لفريق تسويق كبير جدا، بحيث ان الفريق ده يسوق اي حاجه، اللي هو يقدر يبيعوا اي حاجه، الناس تتعلم التسويق، ويبقاش عندي حاجه خايف منها، يبقى عندي اي منتج عندي ابقى واثق ان هو هيتباع وهينجح. الحاجات دي بتكون فعلا حلوه جدا، واسعارها يعني مناسبه للناس كلها تقريبا. وانا رايي ان احنا حتى نشجع الناس دي، يعني في المعارض في النادي تحديدا، هنتكلم عن النادي، في النادي دايما يبقى في معارض كده معموله، طبعا. وبتبقى حاجات حلوه قوي، مش ان هو اي كلام او حاجات، فاهم؟ فلا، برافو بجد. انا يعني عجبني جدا انا هوند في التقرير وهو بيتكلم بيقول لك كاني فاتح فروع في اكتر من مكان. أيوة، يعني هو الفكره قايمه على ان هو يروح ويسوق المنتجات دي، ففكره التسويق او التنقل من مكان للتاني كانه فعلا عنده محل، والمحل ده ليه فرع في اكتر من منطقه او اكتر من مكان. ففكره برافو على الشباب انه فكر خارج الصندوق، انه عايز فعلا يشتغل، يعني احسن منه يقعد ويقول لك لا مفيش شغل. انا بشوف ان يعني اي بني ادم فعلا راح وحاول، حتى لو حاجه من وجهه نظر المجتمع انها حاجه اي كلام او حاجه بسيطه او حاجه متواضعه، انت رحت وحاولت وعندك حلم، وقلناها قبل كده يا جماعه، والواقع هو بيقولها، في كتير جدا مليارديرات في العالم ابتدوا حاجه بسيطه جدا، ابتدوا بمطعم في الشارع، ابتدوا منهم موظفين، يعني عادي جدا ان الواحد يبدا صغير، بس المهم ان هو يكون عنده طموح وان هو عنده بلان ان هو يوصل لحاجه كبيره. ده الموضوع كله. لكن بقى شغل بسيط، شغل من وجهه نظر البعض انه عادي، لا، الكلام ده طبعا عايزين نتخلص منه، او الافكار دي.